فريق برنامج الثمرة من داخل مشروعات إنتاج بيض المائدة ودجاج التربية بمحطة الوفاء بكفر الشيخ. عندنا سياسة المشروع هنا عنبرين أبيض وعنبر أحمر. مميزات سلالة الدجاج الهاي لاين المنتجة للبيض الأحمر. أنا عاوز دفع الدجاج بياض. جمعية العامة للإصلاح الزراعي بي جمعياتها المتنوعة إحنا معاكم. كم مرة تضع الدجاج البيض في دورة الإنتاج؟ الكل 26 ساعة بيضة. يعني وصلت برة 58 و59 و60 أنا عندي ما زادتش عن 52. ولماذا تبيع جمعية الإصلاح الزراعي إنتاجها من مشروعات البيض بسعر التكلفة؟ السلالة القوية دي بتبيض كم مرة؟ للمستهلك عندي أنا هنا من على المنفذ 54 جنيه. كيف يواجه المنتجين ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والعلف؟ المستهدف لها في اليوم من 55 ألف ل 60 ألف بيضة في اليوم. مميزات السلالة هنا إن هي البيضة بتاعتها كويسة، حجم البيضة فوق ال 62 جرام بتاع البيضة. أقوى ثلاجات لحفظ البيض. الصنف المميز أنا بختاره على أساس إن هو يستمر معايا في الإنتاج. والطرق السليمة للجمع من عنابر الإنتاج. برنامج الثمرة يأتيكم في الأوقات التالية.